Oh my god, guys. Okay, I have to wear a hoodie. Hi guys! Hi hi hi! فاطمة اليوم طلعت لكم كشتها بوم! أنا بديت أحط ميك اب قبل لا أصور لأني نسيت إن اليوم أبي أصور فلوج. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my vlog. نورتوني ومستانسكم موجودين معاي. اليوم قاعدة أحط ميك اب لأني بروح الصالون اليوم، طبعا يوم الجمعة يعني ويكند. ففاطمة يعني ما تسوي شيء في الويكند، فاللي تسوي فاطمة إنها تروح الصالون. حرفيا حاليا ما عندي ولا بلان. الحين بتصير الساعة 8 الليل وأنا رايحة الصالون، ما أبي أتأخر على الصالون، أتأخر على الصالون أبدا. جايز أنا إيش فيني كل فلوج ما أبي أتأخر على الصالون وأتأخر على الصالون. أنا يعني ماخذ الموعد الساعة 5، قلت لهم أنا باجي الساعة 5 أو 6. تخيلوا الحين الساعة كم؟ الساعة 8. يعني أنا أوفر، أنا إنسانة جدا أوفر. برونزر علشان أصغر الجبهة. يعني اليوم ما عندي ولا شيء بلانز، ما أعرف شو بسوي. أعتقد إني آخر شيء بقعد في البيت أو حدي بروح السينما. فا يس ذاتس شوية أكورد الصراحة. أوكي شعري اليوم كشة ما أقدر، يعني حطيت كاب الهودي على راسي علشان نوب ويهني زيادة علشان نخلي الوجه مو في هذا. بعدين لما شوي تجي تصير بيستيز again guys. أعتقد إن عندي بلان، أعتقد إن صار عندي بلان. بطلع مع new friend، يعني صار عندي بلان. فالحين دور إن أخلص الميك اب عشان أروح أسوي شعر الكشة. guys أنا حرانة، حريت وايد حر، بس لان الكشه وايد تفشل فحطيت هذا الكاب على راسي لانه ما كنت قادره اتقبل شكلي صراحه. هاي 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 ابي اخلص الميك اب علشان اروح الصالون، وانا وايد قاعده اتفلسف وايد قاعده اتفلسف. ففاطمه اليوم ما تبي تتفلسف وايد، تبي تخلص الميك اب وتروح الصالون. ماسكارا الحين وقت نحط شويه بلاش لان نحتاج شوية بلاش هني بعد وهني بعد شوية هني بعد شوية هني والحين شوية هايلايتر من بنفيت. مبين إني متحمسة للطلعة اليوم، بس أخيرا عندي حياة وأخيرا بعيش فترة الشباب. أنا وايد واقعية معاكم، أفشل أحيانا بس كويس هذا الواقع، لأن اليوم مكياجي بيكون وايد خفيف يعني، بس ما بزيد شي ثاني. شو رأيكم؟ أحس أحط مور بلاشر صح؟ شوية جلوس خلاص. هذا ماي فاينل ميك اب لوك. الحين انا بطلع بروح الصالون علشان اسوي هالكشه. يس فاطمه شعرها الحقيقي كشه، عشان شي انا دائما احرق شعري. بس يس مهز. يلا خلوني اخذكم معاي نروح السياره ونروح الصالون مع بعض. جايز اكتشفت اني وايد غبيه، كنت لابسه جاكيت عشان ما ابين لكم شعري الخايس، كنت اقدر ارفعه وخلاص ما يبين، بس انا حريت على الفاضي يعني. بس ما ادري ميك اب الخفيف انه اول ما ترجعين البيت تمسحينه بقطنتين وخلاص، فهذا اللي بيصير. عشان شيء انا مستانسه يعني، انا غالبا ما برد البيت، فاي شيء باخذه وبتعطر فيه الحين بيكون معاي حق طول الليل، حق طول الطلعه. والحين بلبس هذا الحلق لانه يعني احس ستايل اليوم عادي والاوتفيت عادي يعني. يا جماعه قاعده انهار من غبائي، لأن نسيت أحط باودر تحت عيني، وإذا ما حطيت باودر تحت عيني ما حطيت. الحين شوي بنتظر وبمسحها وبروح سيارة، لأن أحسني متوترة وأحسني وترتكم معاي. بس إذا أنا متوترة لازم أنتوا تتوترون، إذا أنا متوترة لازم أنتوا تتوترون معاي. لازم أخذ رأيكم جايز، إيش رأيكم في الميك اب؟ كحط وايد بلاشر هني، بس إيش رأيكم في الميك اب؟ أوكي يلا باي. هاي جايز بعد ما طلعت من البيت، لأن اني اطلع من البيت صراحة مشوار ما ادري ايش فيني. رايحة الصالون اسوي شعري قبل لا يسكرونه، بس ما عندي شيء اقوله يعني، ما عندي شيء اقوله. يس فا ليتس جو. رجعت بعد ما سويت شعري فريش. طبعا انا نزلت الكاميرا في الصالون بس ما صورت لانه ما صورت. شايفكم شعري فريش؟ تخيلوا كنت قاعدة توني رادة من الصالون، قاعدة في السيارة ماسكة التليفون لأني كنت مصورة وأبي أنزل صورة في الستوري. تخيلوا كان فجأة أشوف وحدة قاعدة تمر من قدامي وتضحك وتسوي لي، أنا صار فيني مصدومة يعني. ها
هاي هاي خوفتيني وايد مريوم. جايز اختي مريم شي دخلت علي سيارة خفت. تخيلوا جايز عقب فجأة جيت عندي وانا يعني الحين مظلومة. نزلت سلمت عليها وصورتني وايد كانت كيوت وايد وايد وايد. اسمها عايشة قالت لي اقول اسمها في الفلوج. حبيبتي عايشة ثانك يو وايد وصدمتيني بس كان وايد كيوت. جايز قاعدين نتريا الضيفة وفي الضيفة الشخص اللي بيطلع معانا الحين. هاي هاي تمام صدمتك بالفلوج ها؟ ايه انا اقول خلينا نصور فلوجات انت على طول ما صدقت جايز جينا سوبر ماركت الكوري مع ريما ومريم. ياي نبي ناكل اليوم كل شيء كوري حرفيا. هاي جايز بليز في التعليقات لا تنصدمون لان راح نفس بتشوفونا وبتشوفونا وايد مع بعض. بي كيرفل. قاعدين الحين نختار النودلز لان بنروح فوق عندهم مكان نطبخ فانا اخترت. هاي ناخذ سناكس ولا يس يعني شوفي اكثر انسان بهدله مقيمه المنقذة طبعا. جايز اول شيء شن اكيد كورس باقي جربته هذا اللي لازم تجربينه اليوم معي بينا. وجايز ريما قالت لي اخذ هذا ما قالت لي بس اقترح يعني اقترح يعني اقترح فبجرب هذا. في مقروع بعد مشكلة ما اكل هذا كورن دوغ. انا بعد دائما اخذ من الكيمتشي. جربين هذا ولا لا؟ هذا ولا هذا حق الطفولة والله يجنن. يصور حاليا منهار كل حد في عالمه. مريم say hi. هاي تصور فور تيك توك. جربي هذا بس هي وايد سبايسي. اسوء شيء اكلته في الحياه. فيعني اليوم ريما انت بتجربين معانا انواع جديده. هي طبعا تحب الوردي يعني كالعاده. لازم لازم اقل العاده اللي هو اوريجينال او تشيز. احس السبايسي لذيذ. جايز باخذ السبايسي رايس كيك. اهم شيء على الفكره قبل لا اي عندك كنت مسويه شعري في الصالون توه مسويه سليك باك اقول خلاص بس يلا انت بس هذا تبين مع بيض. احس انا البقره الوحيده اللي ماخذه جايز نوعين ونص. مريم اخذت هذا تموت عليه. ابي اجربه معاك لازم. وايد حلو هذا لذيذ احلى شيء بالحياه. لازم 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 اجربه معاك جايز. انا اخذت من هذا بس النوع السبايسي ما اعرف اذا بيكون حلو ولا لا. سناكس سويتر حق الاشياء اعطيهم اياه. عندنا بيتش ايس تي يس ويجي معاه الايس كاب اوف كورس. اه انا بعد ابغى الايس كاب بروح اخذ لي الحين. عندنا تبقي يوم يوم وجبه الكي بوب صدقيني بيطلع حلو. شكله لونك المفضل بينك بيربل كيوتي. اللوحه اللي دائما انصدم لما اشوفها هذه انا ادخل والله العظيم صارت معاي. هذا جايز نجربه. هذا اتوقع دب صح شوكليت يا بس دوي شيء غريب. يس فكره وايد مشهور كان اعتقد فتره. ابي اجرب هذا المشروم. جربتيه ولا لا انتي؟ لا اوكي خلاص نجربه. اهم شيء لا الحليب بنانا. ما تحبيني انا لا انا كنت اموت عليه صراحه لما كنت صغيره. ايوه صغيره بس خلاص. شو نجرب شيء غريب تحسون بعد؟ بس حبيبتي ما في شيء تو ماتش. ما في شيء تو ماتش اليوم. اليوم عادي فري ويكند. ياي هي كل شيء بينك وانا كل شيء سوق خضار ملون. ومريم الكتكوتة. ابي بالكمشي بس ما في تشيكن صح؟ لا ما في تشيكن ما في هذا. اوكي اوكي جايز بجرب هذا اول مره بحياتي. ياي حلو. لا يعني نحن نختار بس باختيارك. هذا كيوت. شنو هذا؟ شنو؟ زي كذا ما تحبين انت توايس؟ الا وش توايس؟ كيوت هذا احس احبه. برجع للماضي يعني نفس توايس. انت بعد توايس؟ هذا انا عشان شكلي فيرست البوم. هذا جابنيز البوم اتوقع. هذا اي البوم؟ هذا حق الديبيوت.
الأغاني شو الأغنية اللي أنا أعرف أغاني تي 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 لا مش تي لا هذا أغنية كي just like تي تي الله تي تي ما على ما على لخبطني ما في ما ضيعتي موجودة هني ألبوم من توايس جايز على فكرة أنا كنت big 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 fan حقهم لما كنت يعني قبل لما كنت يعني للحين صراحة أحبهم وايد بس رجعت الماضي أحس جايز شوفوا ريما كيف قاعد تاكل نفس الكوريين بالضبط شوفوا أنا مريم كلت هذا وايد كان لذيذ الحين دور هذا يعني اقضي عليه الحين الحين بس نحن اخر ناس دائما اخر ناس هي جايز طبخنا النودلز انا غيرت مكاني كنت قاعده هناك في ناس وراي فريد غيرت عشان ما حد يكون وراي صح 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 Guys, أنا قاعدة أسوي something new. Why did you wait? كيف سويت؟ في أنا بجرب هذا. صح؟ ليش شيء شكله غريب مالي؟ ليش شكله مو مثلث؟ لا تخرجت شو؟ شعلي. كمل عشرة. خليني استوعب بسرعه كم العشره تبون تجربونه انتم انا بجرب انا جوعان الاندوميه شو وين مالك اصلا من الاندوميه اوكي نيكست تجرب الحين الحين ولا بعد الاكل بعد الاكل اوكي انا بصير اسير الحين جايز انت وين صح وين اكلك قصة يعني بحاول اتعلم عادي يوم شكله وايد لذيذ ابي اجربه وايد لذيذ فطومه رجعت البيت شو اخر شيء صورته لما كنا ناكل نودلز اعتقد هذا كان اخر شيء صورته تخيلوا كنا رايحين وايد متاخر فما كان شيء وقت فطلعونا من المكان طردونا يعني ما طردونا بس انا خلاص يعني كنا رايحين متاخر هم كانوا يبون يسكرون المكان وينظفون ويطلعون ما قدرت اجرب هالمنتجات مع ريما ومريم بسوي لكم انبوكسنج وبجرب المنتجات وبسوي انبوكسنج حق هذا الالبوم من فرقه توايس ايش حق اللي ما كان يعرف انا قبل كنت مهووسه في الكي بوب وفرقتي المفضله كانت توايس كنت احب توايس كنت احب اكسو كنت احب سوبر جونيور كنت احب اسمهم يا ربي ريد فيلفت كنت احبهم وايد وايد يعني ما لحقت على بي تي اس بلاك بينك ما قمت اسمع اغانيهم بس للحين اتابع مسلسلات كورية بشكل عام بس كنت big 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 fan حق توايس فاخذت الالبوم مالهم الاغاني اللي في الالبوم كلها تقريبا اعرفها كلها لان خاصة just like تيتي مفتحها oh my god guys شوفوا شكلها يجنن ايز خلوني اطلع ونشوف وش السالفة في الفترة اللي كنت أتعرض فيها للتنمر في المدرسة الكي بوب وايد ساعدني إني أنا أتخطى هالمرحلة وكنت أبي أسافر كوريا ويعني واو شوفوا الألوان وكل شيء واو جايز شوفوا شو حصلت كارد مع التوقيع وايد كيوت ماذا خلينا نشوف شنو هذا ماي جاد كارد ثاني سو كيوت وايد كيوت بخليه عندي السناكات الكورية اللي ما جربتها مع ريما ومع مريم للأسف ما لحقنا بس بخاطري اني اجربهم يس هو بسكوت مع شوكولات ديبينج اوه ماي جاد جايز وايد لذيذ وايد 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 مشروم على شكل
شوكليت على شكل مشروم. شكله مشروم صغير. لذيذ بشكل خيالي. تبون شوكليت المشروم؟ اشوفكم باكر. جايز شنو مو موجوده ترى؟ شنو شو بعد؟ جايز يوم التصوير نيو داي، يوم التصوير مع خواتي. يسرى قاعده ورا لاول مره في التاريخ. شات اب، ما حد بيتخطى. ومريم قاعده هني. ياي مريم مره اسفه جايز على المنظر، وايد اسفه سامحوني. يمكن اقطع اللقطه يعني من كثر سوء المنظر. منو؟ جايز حلو تصوير التلفزيون. يس، عندنا تصوير. طبعا اذا سمعتوا خواتي يسولفون عن موضوع سبايسي لا تسمعون، لان في مواضيع سريه خاصه ما اقدر احطها في السوشيال ميديا. الحين شكلي يعني اشبه كل شيء الى الانسان. الله جلد الذات الف. معي هالجامل صغيره اللي بحط من خلال هالميك اب. ليش؟ لان ما عندي جامل كبيره، لان في جامة كثيرة وراي، بس يعني أبي ما أعرف من أي مطعم أطلب. هل أطلب من المطعم اللي دائما أطلب منه؟ عرفتوا أي مطعم اللي أصوره في كل فلوج؟ أنا هناك ولا أجرب مطعم جديد؟ أحس لازم أجرب، لازم أروح سيفورا. جايز أروح سيفورا لأنه ما عندي كونسيلر، فلوسي قاعد تخلص، بس ما بشتري وايد أشياء. يعني أشتري الجل حق الشعر، ما عندي شوبينج ملابس خلاص. بس أبغى أخذ درس. أنا ما عندي درس. جايز أنا شارية 3000 درهم من شي إن، يعني أكيد ما بشتري ملابس من المول خلاص. الأشياء الأساسية اللي هي جل الشعر، شوية ميك اب، في لاشز، في موعد أظافر. أوه ماي جاد، ما أدري في وايد مواعيد الأسبوع الجاي. ف ما أعرف إذا تعرفون هالمكان ولا لا، اسمه إيزيل في دبي، في دبي مول. أول مرة بجرب أسوي عندهم مساج، فمتحمسة يعني. بس كنا قاعدين نسولف عن السفرة وإن كيف ان انت لما تبين تسافرين مكان لازم ما تكونين مفلسه. يعني انا يا صحيح احاول اني اقسم فلوسي بطريقه انا ما افلس لين السفره، انا صفر صفر، عرفتوا؟ مو حلو وانت تسافرين وما عندك فلوس، يعني ما تقدرين تتسوقين، ما تقدرين تسوين ولا شيء. ف وانا هالاسبوع الاسبوع الجاي عندي وايد مواعيد من حق العيد وحق السفره، يعني لازم اقلل مصاريف، لازم ما اسوي شوبينج حق السفرة خلاص، لاني اوريدي وايد اشتريت اشياء حق السفرة. بدي اقول لكم اني خلصت الميك اب. متابعيني يهتمون، ايش رايكم في ماي ميك اب والشعر؟ ليش تصيحوا؟ عبايتي مرة تزلل الفيديو. ليش؟ بس حلوة العباية ترى. عبايتي فقرة الاكل طبعا لبس تيشيرت اختي مريم، لانه كيفي تيشيرت اختي بلبس على راحتي. خليني نصب علي يما. ديسباسيتو يامي جايز. براويكم شو طلبت كالعادة، يعني ما احتاج اقول لكم، بس بعد بقول لكم. اول شيء تبولة طبعا، ثاني شيء مسقعة حمص سبايسي، حمص بالفلفل، شو اسمه؟ حمص حار شي فيه، وفطاير سبانخ. بس هذا اللي طلبناه، لأن يعني نبي ناكل خفايف، لأن أكيد بعدين بنروح نتعشى في مكان، فما نبي نكثر. جايز أحس الحين بصدعة وتعبانة، شكلي مرض، ما أبي أمرض لأنه قاعد اشوف الحلق مالي شكله قلب كيوت صح؟ جيتني مثل الشروق الليل، جيتني وانت يا حبك الف محبوب بداني، انا الوين في عيوني كملك. الله، هاي بنات سويت تسريحة. بنات انا ما عندي تسريحة لان شعري دفع ريحه العطر، ريحه عطر جواهر رشيتها رشه من واو. عبايتي من ورا زرقاء، من قدام بيج. الاوتفيت كله بيج وبيج. جايز هذا ماي اوتفيت. جيتني مثل الشروق. قولوا هاي. هاي مزعجه. جايز شوفوا وضع السياره وانا وين قاعده. الوضع
ما عليه، اهم شيء اروح الموعد واسوي مساج اهم شيء. جاي اوي كنت بقول جايز قلت جايز وصلنا المول لنسى الباركينج في تو كم في تو اف في تو حرفي في تو اف ياي قلت لكم صح للمساج جايز هذا هو ايزيل مروكن بيوتي يس بسم الله غرفة المساج ما ادري ليش اخر كم من فلوج كله قاعد اسوي مساج بس حرفيا احتاج فيس متحمسة وايد anyways guys بشوفكم بعد ما اخلص المساج باي ما صورت لكم شيء بعد في دبي مول بس رحنا سوينا مساج احنا دبي مول دخلنا كم من محل وصيدلية دخلنا كم من محل وصيدلية وطلعنا يعني ما طولنا وايد خلوني اراويكم شو اخذت من دبي مول حق السفرة يعني اكثر الاشياء اللي اخذتها حق السفرة طبعا اشياء عادية يعني مو شيء اوفر او مزيل الميك اب وقطن يعني لانهم وايد مهمين الصراحة حق السفرة وبعد شو اخذت ديودرنت اخذت تان اويل زيت تان شو يسمونه تان اويل حق يعني اكيد رايحة دولة صيفية يعني اكيد احتاج تان اويل عشان اسوي تان وهذا كل شيء اخذته من الصيدلية وبعد رحت حل لاش حق اللي ما يعرف انا احب منتجات لاش وايد تقريبا من عمري 16 سنة وانا استخدم منتجاتهم فدائما معاي وايد امود عليهم اول شيء اخذته هو جل الشعر اللي تكلمت عنه في فلوقات قبل بعد هذا الجل اختي مريم جربته هي خذته جربته انا وعجبني وايد فصرت اخذ حق السفره يعني انا احس ان شعري بيكون احس بستخدم الجل وايد وبعد اخذت هذا تونر الوجه ارش التونر حق المسامات تقريبا قالت انه في مايل ورد وما اعرف شو فيه صراحه بس قالت لي ان هذا وايد زين حق السفر وحق الصيف فيس وبس تقريبا هذا كل شيء اخذته من لاش وصلتني طلبية The Giving Movement كنت طالبة بنطلون من The Giving Movement ووصلت الطلبية تقريبا من يومين بس ما فتحتها عشان افتحها في الفيديو معاكم اللون اللي اخترته حق البنطلون شوي لون غريب فالله يستر يمكن البس هذا البنطلون حق المطار طبعا اغلبكم يعرف ان The Giving Movement وايد الناس يلبسونه حق المطار يعني ف هذا هو البنطلون Oh my god اللون ازرق اي انا لحظة خلوني اشوفها في الاضاءة اللون الازرق النيلي اعتقد اسمه ازرق نيلي بس البنطلون جايز حبيته بس حسيت انه وايد ثقيل الصراحة يعني الفابريك وايد ثقيل بس اوكي يعني اقدر امشي في الوضع يمكن البس هذا حق المطار مع هودي او تي شيرت ويعني ستايل المطار سمبل عادي هذه كل طلبياتي او كل مشترياتي من دبي مول حق السفرة جايز احس شي احتاج اني ارتاح خلص الفلوج قبل لا انهي الفلوج بس حابه اقول لكم ان طلبيه شي ان وصلت يعني في فيديو انبوكسنج حق طلبيتي الاخيره من شي ان للصيف ترقبوا هذا الفيديو قريب اكيد يمكن بعد هذا الفيديو حتى ما اعرف المهم شكرا جايز لانكم تابعتوا للنهايه احبكم وايد واتمنى انكم استمتعتوا واستانستوا معي في هذا الفلوج وعرفتوني اكثر وبس احبكم وايد اشوفكم في الفلوجات الجايه باي باي لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب كل هذا باي باي